السلام عليكم، كيفكم شباب؟ اليوم معنا تحدي جديد. هنا المضرب، هنا الثمانية. راح احاول اني اروح الثمانية واغير مكانها، مثلا اروحها وارجع الثمانية هنا واروحها، يعني رابون. مش ممكن اني العبها راش، بروح على ست الكرات او ست الحفر. بعد ما اروح اي كرة بغير مكانها الى ست الحفر، ومعي بكل ضربة او بكل حفرة 3 محاولات. يلا نبدأ. أول شيء والله قريبة قوي. تعدد قوي زيادة. جابها، جبتها. نغير مكان الثمانية. أول حفرة أو أول مكان خسرنا فيه، نتيجة غير مرضية لحد الحين. معنا 3 محاولات إني أروح الثمانية. كمان. طبعا انا مش ممكن اني اروح احضر براسية. كمان. لمستها بس، يمكن يعني خسارة. لحد الحين 2 تحديات، جبت 1 منهم، 1 لا. التحدي الثالث، أول ضربة خسرنا فيها. جبتها. باقي المحاولة الأخيرة. لحد الحين النتيجة ما تبشر بخير. النتيجة الثالثة، أحاول إني ما أسوي حركة استعراضية علشان ما أخسر نقاطي. الحين 2 جبتهن، 2 لا. باقي 2. باقي أصعب ضربة هي هذه. الحين جبت 3 من أصل 5 حبات، يعني خسرت. شلون ألعب دي؟ والله صعبة شباب. ضروري اجيب هذه عشان افوز بالتحدي. يكون 4 في 2 ضربات خاطئة. اخر محاولة. جبتها.
جبتها مع ان روح مضرب لكن يعتبر اني جبتها. والى اللقاء في فيديو اخر في امان الله. اذا كنت مو مشترك في القناه اشترك في القناه واضغط على زر اللايك. في امان الله في فيديو اخر منتظر لكم في الفيديو القادم.